نحن في بلدنا دي لو سألت أي زول قلت له الفقه عندنا هنا المذهب شنو؟ مذهب شنو؟ مالكي صح؟ إلا في المسألة دي ما مالكية. أنا بتكلم معاهم قلت لهم يا ناس أنتم مش مالكية؟ عشان تعرف إنهم بتاع الهوى، لا مالكية ولا شافعية ولا حنابلة ولا أحناب ولا أي حاجة. ديل بتاع المزاج. شفت مزاجهم مع مالك بيكونوا مع مالك. مزاجهم مع ثور بيكونوا مع ثور. مزاجهم مع أحمد بن حنبل مع إسحاق مع إسحاق، بس مزاجهم داوين. والسهل عليهم شنو؟ كويس؟ الإمام مالك قال لا تجزي، ما بتجزي إلا طعام. قروش ما بتجزي، دي صدقة. مركت قروش دي صدقة بس. الإمام أحمد بن حنبل كما نقل ابن قدامة في ال 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 في الفقه الحنبلي المغني، كويس؟ نقل ابن قدامة قال الإمام أحمد بن حنبل لا تجزي إلا طعام. قروش ما بتجزي. الإمام الشافعي قال لا تجزي، كويس؟ إلا أبو حنيفة من الأئمة الأربعة واحد أبو حنيفة قال تجزي أن تخرج نقدا. طيب يا أخواننا الناس اللي بياخذوا بقول أبي حنيفة أنا أقول لهم أخذوا بكله يا خلوا كله. أبو حنيفة قال ويجوز أن تخرج في أول الحول، ما هي مربوطة برمضان. السنة بدت بيتين، رمضان ده شهر تسعة في السنة، قال تخرج في أول الحول، أمرقة شهر واحد، يجي أمرقة معاه يكون في وقت الإخراج مالكي. شوف في وقت الإخراج مالكي وفي الإجزاء بتجزي شنو؟ يكون يا أخوان اللخبطة دي شنو؟ ويجيك بعدها يقول لك لا لا أفتى بها فلان. أنا واحد حير نامس قال له يا أخ أنا اديته الحديث حديث النبي صاعا من طعام. قال لي لكن ناس مجمع الفقه ها قالوا تطلع نقود. قلت له أنا بقول لك النبي، تقول لي مجمع الفقه النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من طعام، يجي يقول لك لا لا قالوا بجوز. احنا الله رسل لنا مجمع الفقه ولا رسل لنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ احنا ربنا رسل لنا نبي كريم اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، ده اللي احنا مطلوبين احنا نتبعه في كل صغيره وكبيره. ما تقول لي افتى فلان يا اخي. الامام احمد قالوا له افتى عمر بن عبد العزيز باخراجها نقدا. قال انظر الى هؤلاء يتركون قول رسول الله الى قول عمر بن عبد العزيز. اذا كان يا اخواننا عمر بن عبد العزيز تعرفوا ده منو؟ ده امام الدنيا عمر بن عبد العزيز الزاهد العالم الفقيه الثقه الامام الذي نقل له كل اصحاب الكتب والصحاح والمسانيد والمعاجم والمستخرجات. امام وعلم وجبل. الامام احمد بن حنبل يقول تتركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وتاخذوا قول عمر بن عبد العزيز. هسه انت دهنانا اخلي قول النبي للجماعه ديل يا ناس؟ قول النبي عليه الصلاه والسلام صاعا من طعام. شوف انت لو طلعت انت قروش اعتبرها صدقه لكن قاعده في رقبتك. طلع صاعا من طعام. وصية القحطاني. لله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.